اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، والشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه بخير وسلام يا رب العالمين. وقفه عرفات النهارده كل ست بيت مش فاضيه، ما عندهاش وقت للامانه، وفي بكره فته وفي لحمه وفي زحمه وفي عيديات وفي ناس تعيد على بعضينا وصله الرحم وجبران الخاطر. دور الشيف المغازي النهارده يعمل شويه حلويات وتعملهم من النهارده، يفضل يعني يبقوا عندك موجودين الصبح. احسن ما تقولي لجوزك هات دسته جاتوه او هات تورتايه، هات لنا شويه حلويات، ايه المشكله لما تعملي صنف من اللي انا هعمله؟ مش مطلوب منك تعملي الاربعه دول مثلا يعني. عندي النهارده بسكويت بالبرتقال، عصير برتقال، بشرة برتقال، شوية زبدة، التركية بتاعت المغازل اللي تخلي البسكويت مقرمش ولطيف وزي الفل. معانا القرص الطرية اللي بتتعمل بالتمر أو بالعجوة، لطيفة وجميلة، وإحنا عندنا التمر والعجوة بتاع الواحات وسينا عند البقال عند الفكهاني موجود. هتجيبي دقيق وزبدة وسمنة بلدي وتعملي شوية قرص حلوين. معانا كمان مهلبية بالشوكولاتة، انا بعشقها مهلبيه بالشوكولاته دي، بقت لطيفه كده بعد الفته بكره الصبح او بعد كبده الخروف، ناكل شويه مهلبيه بالشوكولاته لطيفه وحلوه بطعم الفانيليا. وما تنسوش كمان النهارده معانا جوز الهند. جوز الهند لما بتتعمل شكلمه او بتتعمل بسكويت برضو بتبقى طعمها لطيف. انا اخترت الحلويات السهله اللي تقدر كل ست بيت في الريف المصري في الصعيد المصري في كل انحاء العالم تعملها بدون تكلفه وبسيطه وسهله. لو رحت لواحد حلواني او محل حلويات او محل اشهر محلات الحلويات مش هتلاقي الحلويات اللي انا عاملها النهارده. سهل جدا تلاقي تورتايه وتلاقيها باسماء مش مختلفه وتلاقي جاتوهات وتلاقي حاجات كتير قوي احسن من اللي انا هعملها، بس طعم ايدك وحلاوه ايدك يا امي وبركه ايدك ده موضوع تاني يختلف. فعايزك تعملي الحلويات بتاعه العيد الكبير غير فته العيد. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اللي بنى مصر في الاصل حلواني، مش الجزار بقى اللي هيذبح يوم العيد، لا، احنا النهارده يوم الوقفه وانا عايزك النهارده بكل بساطه تقدري انك تعملي شويه حلويات. احنا حبينا نختلف ودايما احنا مختلفين بالابداع والتفوق في ان احنا يوم الوقفه ده اسهل على كل ام وكل ست بيت تخش المطبخ تعمل حاجه حلوه تستقبل بيها ضيوفها يوم العيد تاني يوم العيد واحنا بنعيد على بعض. هعمل دلوقتي بسكويت البرتقال. بسكويت البرتقال حاجات بسيطة وسهلة، أهم حاجة الأساسيات بتاعته بشرة برتقال، والبرتقال الصيفي بيبقى له مذاق خاص، ومعانا نشا ومعانا سميتة ناعمة ومعانا سكر بودر وزبدة وفانيليا وطبعا وكمان رشة ملح صغيرة، وفي المقادير 2 بيضة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة، صوراها بالتليفون أو تكتبيها ورايا هقولها تاني. مقادير الحلويات دايما بنقولها بالكوب وبالعيار علشان غير الأكل، واحنا حريصين كل الحرص علشان كل واحده مبتدئه في المطبخ تعمل الحلويات دي بالعيار. 2 كوب من الدقيق، معاهم نص كوب من السكر، معاهم 1 كوب سكر بودر، معلقه سميت ناعمه، هقول ليه بعدين معلقه سميت ناعمه، زبده نص كوب، ومعانا بشره برتقال، واتنين بيضه في المقادير، وشويه فانيليا وشويه حب. حب ده لا في سوبر ماركت ولا بيتباع، ده موجود عندنا. اول حاجه هحطها بشره البرتقال كده اهي، ده عنوان ان ده بسكويت بالبرتقال. حلو، ليه معلقه سميت ناعم يا مغازي؟ معلقه السميت الناعمه دي هتخلي لك البسكويت اللي بالبرتقال ده فيه طعم الترميله، هي دي التركايه بقى. زي ما بنحطها في بلح الشام، بلح الشام لما بنيجي نعمله بنحط معلقه سميت ناعمه مع الخلطه بتاعه الدقيق والبيض اللي بنحطها على النار. كمان معلقه السميت الناعمه دي اللي هنحطها في بسكويت البرتقال هتخلي لك البسكويت بتاعك في عملية الترميلة اللي هي تحس القطمة موجودة، اهي دي السميت خلاص هشيله من قدامي. حلو الكلام؟ حطينا سميت، بشرة برتقال زي الفل، معانا زبدة، معانا سكر خشن، وأقلب الخليط ده كده بإيدي مش بمضرب ولا حاجة، شوف أنا بوفر عليك إزاي؟ لا مضرب ولا حاجة هنا خالص، هخليكي باسهل طريقه تعملي احلى بسكويت بالبرتقال من ايدك. زبده برتقال سكر، زبده بشره برتقال وسكر، دابت الزبده مع السكر وبشره البرتقال ده الفليفر. بالشكل ده كده، شفتي الدعكه دي اهي اهي، شفت الجو ده كده؟
ممكن انت بتعمليه بسكويت بالبرتقال، وانا متاكد انك بتتفرجي على فيديوهات كتيره، بس خليكي مع الشيف المغازي، له مدرسه كده اللي هي البساطه والسهوله والمرونه. فين البرتقال؟ داب. فين السكر؟ داب. فين الزبده؟ اهي بالشكل ده كده. حلو الكلام. هناخد اتنين بيضه نحطهم على المقادير دي كده، والبيض يطلع من التلاجة مسبقا. طالما استخدمت بيض يبقى نحط فانيليا على طول، الفانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض. معانا يا عم الشيف شوية حليب بودر، معانا شوية عصير برتقال، ده عصير برتقال. شايفين المنظر حلو ازاي؟ يفتح النفس. اه والله، ويفتح الشهية طبيعي. ليه يا عم الشيف؟ لون البرتقالي بيفتح الشهية. كل المقادير دي كده اهي، دابت اهي، البرتقال مع عصير البرتقال مع الزبدة. اه ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ طبعا كله طعم برتقال وزي الفل. هنزل بالدقيق بقى، كمية الدقيق هنزل بيها بالتساوي، يعني لغاية لما العجينة تظبط معايا. يبقى أنا أول حاجة عملتها حطيت المواد اللي هي الزبدة مع سكر مع بشرة برتقال، قلبتهم كويس. وحابب أعمل كده يبقى شو، شايفين أنا بشتغل إزاي؟ التفاصيل بتبان أكتر من غير عجان ولا من غير أي حاجة، العجان تحت مني أهوت والله العظيم. بس أنا مش عايز أستخدمه، يعني العجان ده سهلة كده ما بعرفش التفاصيل إيه، أنا عايزك تحس بالحاجة. اللي هو جو الوالده والام، خلي بالك ولا فيش، لا كان في عجانه ولا في خلاط اصلا. البصاره كانت تتعمل والفول بالايدين لغايه لما يطلع. ده سكر بودر اهو. ننزل بالدقيق بقى، هنعجن بايدينا دلوقتي اهو زي الفل. دول كفايه، احنا هنعجن بايدينا والله. احتاجت هنحط نزود لغايه لما العجينه تظبط معايا. موضوع النهارده بسيط وسهل. كل عام وحضراتكم بخير، قاعدين بالسله، البيت هادي وزي الفل، مستنين لحمه العيد. كرم المصريين وكرم العرب وكرم الناس كله، لازم بنذبح وبنعيد على بعضينا بحته اللحمه الحلوه. نعملها فته بقى، نعملها رقاق، نعملها مع باميه ضاني، زي ما انت عايزه يا ست الكل. البسكويت لما اهوت، شفت العجينه؟ نلم العجينه كده، هتحتاج شويه دقيق كمان للامانه، وتحتاج شويه اللي هم في العيار اهو. تسلم ايدك يا شيف. ونقلب كده هلم العجينه دي كلها كده واريحها في التلاجة شويه. بعد ما الم العجينه بعملها رول كده، يعني القطر بتاعه 5 سنتي، واحطها في التلاجة. وبعد ما احطها في التلاجة اقطعها بقى دواير شكل قلب. في قطاعات بتتباع في السوبر ماركت بثلاثة تعريفة، بتجيبيها تشكلي منها الأشكال اللي أنت عايزها. سهلة فكرة عمل البسكويت بالبرتقال. أقول تاني عملت إيه عشان عايزك تعملي ده في العيد للأمانة. برتقال يعني فيتامين سي. البسكوتة دي فيها بروتين حيواني، فيها سكريات، فيها فيتامين سي، فيها كل القيمة الغذائية العالية. يعني الأطفال لما يجوا ياكلوا منها أعتقد إن هي هتفيدهم صحياً كمان. تسمحوا لي أقلع ده كده؟ زي الفل. ونلم العجينه دي كده اهي عشان احسها العجينه جاهزه معايا. باخدها زي ما هي كده. حلو، والفها رول كده وبسيبها في التلاجة. ليه بتسيبها في التلاجة يا عم الشيف؟ الزبدة هتلم وتتجمد والعجينة تتجمد معايا، تبقى لطيفة وزي الفل. وأبدأ أقطعها بالسكينة رولز، وأقطعها دواير. أدي البسكوت بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة، ما أخدش مني 5 دقايق. بس أنصحك طبعا لازم يخش التلاجة ويتقطع بعد ما يطلع من التلاجة. هتتحكمي في الحجم بتاعه، إذا كان دواير، إذا كان مربعات، إذا كان مستطيلات،
اذا ما انت زي ما انت حابب. هوريك ازاي يتقطع علشان نستأذن حضراتكم كده ونطلع الفصل الصغير بتاعنا. وانصحك كمان مره، كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وحضراتكم بخير. بسكويت البرتقال ده يتعمل يوم الوفاء، نستقبل بيه اولادنا وضيوفنا زي الفل. السكينه اهيت، ولازم تكون سكينه مشرشره زي دي كده. بنقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه، بس السكينه مش هتمشي فيها بنظام الا لما تتجمد. كلامي واضح وصريح. انا انصحك طبعا تحطها في الثلاجه وتقدر تشكليها بعد ما تجمد بشكل مستطيل، بشكل مربعات، بشكل دوائر، زي ما انت عايز. ولكن التفاصيل في ازاي تعملي بسكويت بالبرتقال زي ما انا عملت في عجاله كده، ولكن الطعم والفليفر مش موجود غير عندك وبس، من بين اصابع ايدك العشره يا امي. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل واللي بنى مصر في الاصل حلواني، ويوم وقفه عرفات، ويوم وقفه عرفات نعمل الحلويات بتاعتنا في البيت وما نشتريهاش من بره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل حلاوه جوز الهند، او بسكويت جوز الهند، او شكلمه جوز الهند. جوز الهند من الحاجات اللطيفه الجميله، وقيمتها الغذائيه عاليه كمان، مفيده للبشره، مفيده للشعر، الاولاد بيحبوها، فيها موجود منها في السوبر ماركت كيس كده مليان، سعره غالي جدا. تعالي اعملها في البيت بطريقه لطيفه وهيبقى طعمها مختلف. مقاديرها على الشاشه. بسكويت جوز الهند، جوز الهند مبشوره ناعم، ما تجيبيش الخشنه. زبده، حليب بودر تقريبا معلقتين، سكر بودر 1 كوب، وشويه فانيليا واتنين بيضه. هناخد بياض البيض بس في المكونات دي، بياض البيض بس في المكونات دي عشان ما ياثرش على بياض جوز الهند. الله عليك يا عم الشيخ، حلوه. بياض البيض فقط. المقادير على الشاشه، صوريها واكتبيها ورايا. ده برضو نوع بسكويت مختلف، بسيط وسهل، تقدري تعمليه في البيت في اليوم اللطيف، اليوم الجميل، افضل ايام الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها وقفه عرفات. تعالي النهارده اعمليها واستقبلي بيها ضيوفك بكره، واستقبلي اطفالك الحلوين جايين نعيد. ممكن دي احسن من المصروف على فكره. اول حاجه بناخد بياض البيض، دي مقطعات حاجه كده، خد بالك نقطعها، نعمل منها جوز الهند، نعمل منها كل حاجة احنا حابين. حلوة. هناخد بياض البيض بشياكة كده، تمام. بياض بيضة دي كمان. ليه بياض البيض يا عم الشيف؟ علشان جوز الهند ما تفكش منك. حلو، نخلي دي هنا كده. حطينا على بياض البيض شوية سكر، مكعبين من الزبدة. حلو، شوية سكر بودر، حليب بودر، وجوز الهند بتاعتنا، ونعجن العجينة دي مع بعض واحدة واحدة. الحلو السهلة اهو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ بياض البيض، حطيت عليه سكر بودر، حليب بودر، زبدة، وأقلب كده العجينة. شفت الجو ده كده؟ على فكرة الحلويات دي ممكن تتاكل زي ما هي كده بدون إضافة بياض البيض، بتاخد زبدة وسكر وتتقلب بالشكل ده كده، وممكن ندخلها النار. ولكن بتحتاج لشويه تقليب. دي جوز الهند. بتجهزي صاج، درجه حراره الفرن 180. حط عليها شويه حليب. شوفي بقى التركايه اللي جايه دي، التركايه اللي جايه دي هتدعي لي. ده شوية حليب. حلو، بنحط مع الحليب ده يا عم الشيف معلقتين نشا، ونقلب الخلطة دي كلها مع بعض.
ونعملها دوائر دلوقتي وندخلها في الفرن زي الكوكيكز كده لما بنعمله، بسكويت الكوكيكز اللي بيتعمل بالشوكولاته او بيتعمل بالمكسرات. الله، شفت العجينه؟ اوريها لك هنا بتفاصيلها. سر معلقه النشا، شويه الحليب اللي انا حطيتهم في الاخر، شويه النشا، شويه الحليب اللي حطيتهم في الاخر. بقى عندك بسكويته لطيفه اهيت زي الفل. نجيب صاج زي ده كده، الله، وزي ما هو كده، ونشتغل مع بعض كده اهو. حلو اهو، في الاخر بنضغط عليها بايدينا زي الغريبه، وسع ما بينهم كده. اهو عينيا، حلوه الدنيا كده اهو، فولا. حاجات انا بوصل لك حاجات بسيطه وسهله مش مكلفه. كلنا طبعا ايه ضيعنا الفلوس في شراء الضحيه، اللحمه، الحاجات دي كلها، ملابس العيد. فالشيف كمان هيخلينا نعمل حلويات، هخليك تعملي حلويات بثلاثه تعريف مش مكلفه والله. شويه جوز الهند اعتقد ان هم باقيين عندك من رمضان، دوري في الادراك بتاعه الثلاجه هتلاقيها نسياها. بننزل نشتري ونتسوق واحنا صايمين ولا احنا جعانين، فبنجيب كل حاجه من بره ونيجي نركن في الادراك ونركن في الثلاجه، نيجي نشتغل ما نشتغلش. ده بيحصل في بيوتنا وفي كل البيوت، انا مش بهزر. والله انا عايزك تجيبي الحاجه، تجيبيها الحاجه اللي هتستخدميها فقط، وبكره تشتري، ايه المشكله؟ تعملي شوبنج تاني وتنزل السوق تشتري اللي انت عايزاه. ما خسرناش حاجه يا ست الكل. ما بنزلش اصرف لي كل المصروف في نازله وخلص الكلام. طب يمكن في الشهر ده اضيع عزومات. حلو، حلوين دولت زي الفل. هنيجي هنا بالراحه خالص بايدينا كده، درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن تستوي. ممكن تحط حبايه لوز، كريزه حمراء حلوه، حبايه بندق، حبايه فستق، يعني هي تبقى المبططه بتبقى مقرمشه. لو تبقى مدوره زي ما الناس كنا شايفينها من شويه هيبقى قلبها من جوه طري، انا عايزها تبقى مقرمشه، نحس بطعم جوز الهند. وانا حطيت لها نشا مع حليب عشان تبقى مقرمشه. الله على تفاصيلك يا شفيق. حلو، تعالوا ندخلها مع بعض الفرن. مكانها فين؟ هو ده الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ زي ما هي كده. الف انا وشفا. انا بس والله هدفي النهارده بنهزر مع بعض، حاجه كده وانا واقف، انا مش بشتغل، مفيش ريحه توم ولا ريحه بصل ولا فراخ ولا لحم ولا اي حاجه. ادي حلاوه جوز الهند في قلب الفرن، اقفل الفرن يا عم الشيخ. بياض البيض مع النشا اللي حطيته مع شويه الحليب هيخلوا لك البسكوته دي فيها طعم القرشه وانت بتاكليها، ده التركايه بتاعتي. عندنا كمان مهلبيه بالشوكولاته واحنا شغالين مع بعض كده. نعملها ازاي يا عم الشيف؟ نشوف مقادير المهلبيه بالشوكولاته على الشاشه. حلو، حله وفيها مضرب، والمضرب ده ما فيهوش لا ريحه بصل ولا ريحه توم. موجود معانا زي الفل اهو. هخليكي تعمليها بطريقه سهله خالص. المهلبيه يا شيف مغازي بتكلكع مني. المهلبيه ما بتجمدش في الثلاجه وتبقى لطيفه زي بتاعت بره. وانا معاك اهوت زي الفل، هخليكي تعملي احلى مهلبيه. بتركايه بسيطه خالص. أول حاجة عد حليب بيغلي على النار أهو. طبعا أنا مسخنه ومحضره أهو. والمقادير على الشاشة. المهلبية دي هتاخد شوية إيه يا عم الشيف؟ هتاخد منه شوية كريمة لباني أو زبادي بصراحة. كريمة لباني أو زبادي، هتبقى لطيفة وجميلة. شكرا يا أمولة. حلو؟ وأنا أهو زي الفل. تعالوا مع بعض. الأستاذة هبة معلش. تعالوا مع بعض تحط الحليب على النار. ونحط السكر بتاع المهلبيه على النار. الله، عايزاها بالشوكولاته؟ اهلا وسهلا. عايزاها بالفانيليا بس؟ اهلا وسهلا. ندوب السكر حلو، شويه الفانيليا الحلوين علشان طبعا الطعم بتاعنا. وناخد النشا مع شويه حليب بره
ادي النشا، في شويه حليب بره كده مع مكعبين زبده، زبده على المهلبيه. يا ستي جربي وقولي لي رايك فيها ايه. بجد يا شيف دي حاجه جديده دي. نداوب ده كده اهو، هينزل دلوقتي على الحليب المغلي على النار. معانا كاكاو، معانا كاكاو. انا ليه حطيت زبده؟ لان هي بالشوكولاته، الشوكولاته دي بتشتري نوع من انواع الكاكاو جيد الصنع، فبيدي طعم للايه؟ للكاكاو. حلو، قلبتهم كده، بنزلهم على الحليب اللي بيغلي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا عملت المهلبيه بالشوكولاته، سهله خالص، في 3 دقايق، اسهل من عمل كوبايه الشاي. وعملت نوع حلويات برضو، لو لفيتي محلات الحلويات كلها اللي في الدنيا مش هتلاقيه غير عندك انت وبس للامانه. نقلبهم مع بعض، طلعت المهلبيه حلاوه. الله الله على الريحه الحلوه، ريحه الكاكاو مع الحليب المغلي مع مكعب الزبده الحلو مع شويه الفانيليا. نقلب كده لغايه لما تاخد القوام بتاعها. واجيب شويه كاسات، عايزه بقى تحط شويه مكسرات دي بتاعتك. شفت القوام بدا يطلع ازاي؟ بص على القوام، بص 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 على التقل يا واد يا تقيل. مهلبيه بالشوكولاته. شفت الطعم والحلاوه؟ برضو مفيش جديد هنا، ما هنعملها قبل كده يا شيف مغازي، ودايما انا بتفرج عليك وبفتح شاشه القناه الاولى الفضائيه المصريه، وعايزين حاجه تركيه كده اللي هو الطعم الجديد، تفاصيل صغيره ولكن طعم كبير وطعم جديد. خدها عندك بقى، يا اما كريمه لباني يا اما زبادي. طب ده يا عم الشيف؟ ده للامانه كريمه لباني اهي. بقت مهلبيه. الله، شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ عيني. شفت الحلو ده كده؟ هنغرفه دلوقتي. ودايما الكريمه اللباني تنضاف في الاخر. دي جاهزه للاكل. للامانه احب اكلها وهي سخنه. حكايه. شفت القوام؟ بص بص غالي، بص يا حبيبي، بص جميل. بص ادي المهلبيه بتاعتي زبده ناعمه ازاي، زي الفل. استاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع نغرف المهلبيه مع بعض، نحط عليها فستق، نحط عليها مكسرات، نحط عليها شويه حب. كل عام وحضراتكم بخير، واللي بنى مصر في الاصل حلواني. النهارده حلويات وبس، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لما بقول مكعب زبده على المهلبيه بالشوكولاته لازم تسمعوا الكلام. شوفوا مديها لمعه، مديها للمهلبيه لمعه ازاي؟ مش لونها غامق؟ كاكاو، حليب، نشا، سكر، فانيليا، ما تنسيش مكعبين زبده، يعني تقريبا معلقه اكل كبيره على المهلبيه. هي دي التركايه بقى، ده الجديد بتاع المغازي. جربيها. نعم يا غالي، سؤال حلو. اجي دايما بتجيب انت الاسئله اللي في الزحمه. بيقول لي ينفع نحط الزبده دي على مهلبيه من غير شوكولاته؟ لا ما ينفعش، هي بس اللي واخده شوكولاته هي اللي تاخد زبده. حلو. البرزنتيشن بقى والشكل والجرنش والديكور دي بتاعتك انت بقى. معانا الشوكولاته، معانا شويه فستق حلوين. لا الطبق المهلبيه ده حكايه الامانه، ده عايز بعد طبق الفته بكره او بعد الكبده الصبح شويه فستق حلبي اخضر كده حلوين. ممكن تخلي الفستق ده بره وقت التقديم، يعني ما تخلوش في الثلاجه. معانا الشوكولاته اهيت برضو، مش عايزه الا ده ولا ده. حط شويه فواكه، عندك حبتين فراوله حطيهم. ممكن تحط فواكه عادي، يعني مفيش مشكله خالص. ده كده المهلبيه بتاعتي جاهزه. حلو الكلام.
بسكويت البرتقال جاهز. تسأله راح فين؟ حاضر يا غالي. دي المهلبية. والله شوية المهلبية دول حكاية. هناكل لحمة العيد بقلب جامد، عارفين هنحلي. وهنحلي منين؟ من إنتاج البيت. تعالوا نشوف البسكويت هنعمله إزاي. بسكويت؟ آه حاضر ابن حلال. روح ربنا يوعدك بزيارة النبي. وتحج. بيقول لي الشكلمة كانت هتروح. المال الحلال ربك ببارك فيه. بيقول لي الحلو اللي في الفرن يا شيف. شفت المخرج لما يكون مخرج شاطر وعارف الراجل اللي معاه. بص الحلاوه، بص الحلاوه، بص بص على بالله عليك دلح، بالله عليك شوف جيب الحلاوه دي، جيب ايه ده؟ شفت الشكلمه اهي اهي، هو ده هو ده. نغرفها في الطبق. الله الله الله. اه لطيفه لطيفه، حاجه سهله وبسيطه. اهدي اهدي، هو ده. بسم الله يا حلاوه. انا احبها سخنه برضو دي، بس دي لما تبرد احلى يعني. بس جربي كده كلها سخنه. هو ده، هي بتتشال من الصينيه لوحديها. لان المقادير فيها زبده، فالزبده لما دخلت الفرن مع المقادير ساحت، فمتخليهاش تلزق فين؟ في الصينيه. وتخلي فيه بينهم مسافات. حاضر يا غالي، عينيا. اقدم الطبق. انت قصدك اجيبه عندك ولا اجيبه اقدمه كده هنا؟ قول لي عايز ايه؟ عايز تشوفها من تحت؟ حاضر يا فندم. بص والله العظيم انت كانك انت عامل زي ايه المشاكس بتاعي. عايز اشوف البسكويته من ارضيه. ايه يا فندم، ايه اعمل لك اقلب التاني. حاضر يا فندم. ايه ايه يا فندم، ايه يا فندم. واحد بنهزر يا خبره السنين دي يا وانطة. انت بس مستسهل الموضوع لانك انت في غمضه عين بتلاقي الحاجه طلعت، فاكر ان انا بطلعها من تحت. خليك مع اللي فوق، ربنا يكرمك. دي الشكلمه هي عايزه كريزه حمراء، بس انا مش عايز الكريزه الحمراء عشان بتبقى زي بتاعت بره، انا عايزها مختلفه. الف انا وشيف. والله تعمليه برضو، ده يوم الوقفه لطيف وجميل، ما كلفش ثلاثه تعريفه. بهدير الريف المصري والصعيد المصري، الناس الطيبه. الريف المصري والصعيد المصري بعيد عليكم من مزبيله. كل عام وحضراتكم بخير، وانا عارف الخير كله في الريف المصري والصعيد المصري. يعني الدبيح وهديه اللحمه في الصينيه بتاعت البسكويت. اهي يا فندم. هنشوف ازاي نعمل بسكويت البرتقال. جاهزه والعجينه جاهزه وزي الفل. هنقطعها مع بعض سريعا. دي لازم تحطها في الفريزر او في التلاجة. احنا حطيناها في الفريزر بتاعنا، او انت تحطها في التلاجة وقت كبير مفيش مشكله. مستعجله حطها في الفريزر، بس اوعي تنسيها في الفريزر، خلي بالك عشان لو طلعتيها مش تنفع. نتكلم علشان نبقوا ايه على وضوح، عشان ما تجيش الشيف المغازي قال كده وانا فشلت معايا والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. دي في التلاجة وقت كبير مفيش مشكله، في الفريزر وقت قليل جدا وتطلعها بسرعه. دي كنت قاطعها. نقطع ازاي؟ اهو بص، سكينه في الحلاوه. بسكويت البرتقال اهو. والله ما هستخدم قطعه ولا اي حاجه، مش محتاج قطعه. استخدم القطعه في حاله لما انا ايه اعملها وافرتها. انا حبيت اعملها بشكل كده زي ايه توست كده. تاكلي بسكوته من دي يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا امي. بعد الكبده الصبح حكايه، حليتي من البيت. سهله جدا، انا ارفع سماعه التليفون واقول له جوز وانت جاي من الشغل هات معاك دست الجاتو. ما عملناش حاجه. انما لما نعمل الحاجه الغريبه دي، او مش الحاجه الجديده، معلش التعبير خدني، حاجه جديده زي دي كده تبقى لطيفه وحلوه، في اهتمام. واهم حاجه الاهتمام. الله عليك يا استاذ الحاج، ده انت كنت شاعر؟ قال لك ما بين العجين والخبز في البيت يزيد البركه. بركه الام وبركه الاسره وبركه الاهل. والله العظيم بتكلم من قلبي، انت لما تعملي حلويات في البيت لو عملت شويه بس ايه كريب، عجينه الكريب، لو عملت شويه كانينول صغيرين كده، عملت شويه كب كيك، حاجات خفيفه خالص وبسيطه. شويه المهلبيه اللي انا عملتهم دول. بسكويت ده على فكره تهادي منه للعيله. ريحه عيد على حماتك واخدالها هي اول ما بتشوف العلبه اللي مكتوب عليها اسم المحل. من فلوس جوزه، من فلوس ابني، هي عملت حاجه؟
هتقولي بتقول في سرها، هتقولي لو ما قالتلكيش قدامك في وشك هتقول في سرها. يعني عم تقول يا معدي عدي يا حبيبي عدي جيب حاجه لماما واحنا مروحين، احسن حاجه تقولها. اتعدى لاجدع محل حلويات تاخد الحلويات يلا حاسب يا باشا بالفيزا والفاتوره وعلى السلامه. انما لما تخش عليها بطبق البسكويت ده وانت عاملاه في البيت انسى، انت الملكه دلوقتي في نظر مامه جوزك وفي نظر العائله. الله عليك. اهي اهي ايه لا جيبها لي بالله، والله ما ادخلها الفرن غير لما تجيبها كلها. ايه ده ايه ده، بسكوت البرتقال، تفاصيل البرتقال موجوده، طعم البرتقال موجود، التقطيعه الشكل حاجه لطيفه وجميله. هندخلها الفرن واحنا ورزقنا ان شاء الله، مكانها فين؟ في الفرن، في ارضيه الفرن. اه دي ما تتحطش على الشبكه، اه بالشكل ده كده. بص عليها بالله عليك غازلها. ايه ده، ده بسكوت البرتقال بتفاصيله من ايد الشيف المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس. اقفل الفرن. نرجع للفطاير او للقرص الطريه، دي شغلانه وانا سايبها للاخر بصراحه لان هي شويه غلبه زي الفل، سايبها للاخر علشان احنا هنتكلم عن تفاصيلها واتعملت ازاي. بس التايم بتاعنا بتاع الحلقه عشان نعمل فيه القرص ابقى كذاب لو قلت ان احنا نقدر. دي لازم تتعجن تتخمر مر مع مراحل التخمير وحاجات كتيره قوي. هنشوف مقاديرها على الشاشه وهنعجنها مع بعض، احنا ما وريناش حاجه. مقادير القرص الطريه على الشاشه، شوية تمر أو شوية عجوة من عند الراجل الفكهاني أو البقال موجودة بتاع الواحات أو بتاع سينا حال خير أرضنا. ومعانا دي كوبايتين وشوية سمسم وزبدة وخميرة وسكر وقرفة ناعمة وسمنة بلدي، وهي السمنة البلدي العنوان، وحبة البركة إذا أنت حبة أو سمسم. البعض بيحط عليها حبة البركة والبعض بيحط عليها سمسم، أنا بصراحة بحب حبة البركة عشان البركة تعم علينا كلنا. ورشه الملح الحلوه، مقاديرها كتير قوي على فكره. دي بتتعمل في الريف المصري وبعض بيعملها باللبن الرايب. اللبن الرايب غير الزبادي. بيعجنوا بيه العجينه القرص الطريه دي، بتبقى لطيفه وبتبقى طريه جميله جدا. والله انا كانت ام رحمه الله لا تعملها كنت اخد منها، وكنت انا بسافر كنت بشتغل في القاهره اخد منها صينيه كده واخد منها شويه اتن ناكل واحده وما شحتش منها حاجه، ادي لاصحابي بس. لان كل اللي تباكل فيها شم ريحه امي فيها، والله العظيم الكلام ده بيحصل لغايه دلوقتي في الريف المصري والصعيد المصري. تلاقيك مسافر ورايح يلا يا دنا امي خد شويه قرص تقعد تاكل فيهم وبتقعد كده ايه البركه، هي دي البركه. احنا عم نعملها النهارده وانا مش هعملها طبعا احسن من حضراتكم لان انتوا اشطر مني في عمايلها كل الامهات اللي بيتابعوني دلوقتي وخاصه في الريف المصري والصعيد المصري. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا هنعجن العجينه، بس قبل ما نعجن العجينه احنا عاملينها وجاهزه لازم تمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى بعد العجين مباشره، المرحلة الثانية التقسيط، مش التقسيط اللي هو تقسيط ثلاجة، لا تقسيط اللي هو نقسط العجينة. نقسط العجينة يعني ايه؟ دي لغة الخبازين بقى البكري، اللي هو يتقطع بالشكل ده كده. اه التقطيعة دي مطلوبة، يعني بتقطعها كده وتتخمر زي ما هي بحيث لما تضغط عليها تاخد الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معانا المخرج الشاطر الأساتذة المصورين حبايبي كل سنة وانتم طيبين. اه دي مرحلة العجين هنعجنها مع بعض. والله انا مثبت ايد اهو. حاضر اهو والله جدع يا شفيق. اه هاي العجينه عجناها، دي مراحل ثلاث مراحل، وبعد ما بتتعجن بنسيبها تتخمر نص ساعه. بعد التخمير بنقسط العجين نقطعه كده. بعد التقطيعه دي بنفرده في الصينيه غلبه غلبه، ونفرده في الصينيه ونعمل فيها الحركات الحلوه دي بالشوكه وبالسكينه والتخريمه دي، ونسيبها تتخمر تاني نص ساعه. يعني اللي هيعمل القرص دي عايزه ساعتين من الوقت، فطبعا الوقت بتاعنا كله مشاف في 45 دقيقه بالعافيه. خدت بعد ما نشرب قهوه وكل حاجه، فانا بقى طبعا عملت كل ده وهنعمله مع بعض. حلو الكلام. اه دي العجينه، انا هدخل الفرن دي تستوي. حلو الكلام، واحنا مع بعض. اه بسكويت. اه دي العجينه ومعانا مستوي على فكره. اه في الفرن، يبقى دخلنا القرص الطريه في الفرن والبسكويت في الفرن. اه تمام، نقفل الفرن. تمام تعالوا. اه القرص الطريه شفتوا على الشاشه حلوه ازاي؟ بتتكلم مصري معموله بسمنه بلدي، تشميها تقطع القرصه من هنا تشم ريحه السمنه فيها، ممكن نفطر بيها الصبح يوم العيد الصبح تبقى لطيفه، على ما نذبح مع كوبايه شاي حلوه كده نديها للجزار على ما يذبح، وده بيحصل والله لغايه دلوقتي. تعالوا نعجن العجينه بتاعتنا، ده اللي يهمني عشان نعجن عجينه القرص الطريه. مقاديرها شفناها مع بعض، هنجيب كسروله زي دي كده. نحط السمنه البلدي، سوري الزبده، ونحط السمنه البلدي، هي روحها سمنه بلدي، روح القرص دي سمنه بلدي. اه ونقلب السمنه البلدي مع الزبده
طب ليه يا شيف مغازي سمنه وزبده؟ سؤال. وجود الزبده مع القرص هيخليها لك طريه. وشويه حليب. حلو. دي طريقه انت ممكن تعملها احسن، انا قلت لك انت هتعملها احسن مني، بس انا بشتغل كده. شويه الملح. حلو. شويه القرفه الصغيرين، كتريش يعني بس كده جوه العجينه. وعندنا الخميره بتاعتنا، هندوبها في بوله صغيره، في بوله صغيره مع شويه سكر. علل ولماذا؟ علشان الخميره تطلع بسرعه. اهو عايز الخميره تشتغل، حط عليها شويه سكر، مش تاخد منك وقت. وعايز تعرف الخميره حلوه ولا مش حلوه، اول ما تحط عليها الميه اشتغلت معاكي، وادي ميه سخنه كمان اهي الحمد لله. عايزه تعرفي ان هي حلوه معاك ازاي، اول ما تحط عليها الميه تلاقيها فارت، اعرف ان الخميره بخير وسلام. بص هي دي الفوره دي، بص هي دي اللي انا اقصده. بتعمل لك رغاوي، ما عملتش رغاوي تبقى الخميره مش ايه، مش ظابطه، واخده رطوبه، لان احنا كلنا بنجيب الخميره وننساها. كده الخميره هتشتغل بسرعه في العجين. بس دي الخميره مع السكر على جنب. حلو الكلام؟ طيب نعجن المقادير دي مع بعض زي الفل تمام. ننزل بالدقيق، ننزل بالخميره بتاعتنا، ونعجن العجينه مع بعض. انا حابب اسيبها للاخر علشان ايه؟ دي عجينه القرص الطريه على طريقه الشيف المغازي. زبده، سمنه، رشه ملح، هتاخد دقيق تاني. مش لازم عجانه. العجينه بتاعتها قوامها بيبقى زي قوام عجينه البيتزا، خلي بالك. شفت انا سايبها للاخر؟ بعد ما بتعجنيها العجينه دي كده وتقلبي كل حاجه، سيبيها نص ساعه او ساعه زمن. بعد الساعه دي بتقسطيها المراحل، او دي رقم واحد. تاني مره بنقسطها بالشكل ده كده، تالت مره بتفرديها شكل القرصه وتحط عليها حبه البركه او السمسم وتاخد شكل، وسيبيها برده نص ساعه، وبعدين دخليها الفرن تستوي. دي المرحله بتاعه العجين. عشان وقت البرنامج بتاعنا فاحنا عاملينها ومجهزينها. دي العجينه زي الفل. عينيا. حاضر، ادي العجينه تمام. تمام كده العجينه وصلنا لمرحله ان احنا قلبناها مع بعض. انا بشرح لك الحاجات اللي انت حابه تعمليها عشان ما توقفيش قدام حاجه واحده وبس. حابه تعملي مهلبيه، اهلا وسهلا. حابه تعملي الشكلمه اللي عملتها وحلاوه جوز الهند، اهلا وسهلا برغبتك. تعالوا نطلع في الفرن يا عم الشيف بسرعه. القرص طبعا لسه فيها وقت شويه، بص عليها كده، القرص شويه طالعه خلاص. البسكويت اخباره ايه؟ الله. لا عايز شويه والله للامانه، بس انا واضح معاكم وصريح، انا هطلع كل حاجه من الفرن عشان نبقوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي معانا. مخرجنا بقى يجيب اللي هو حبه. قرص طريه ماشي. سجاتك سجاتك يا عم الشيف. حلو. حلقتنا النهارده عنوانها اللي بنى مصر في الاصل حلواني. يوم وقفه عرفات، كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. لازم نهدئ البيت ونروق الامور في البيت عشان نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعضينا. حبيتها تكون حلويات بسيطه وسهله ومن قلب البيت او من الثلاجه. استخداماتها كلها دقيق وبيض وشويه حب. عملنا الشكلمه، هي استوت معانا وجاهزه. البسكويت كمان جاهز، هيخش الفرن ياخد 10 دقايق كمان. عملنا مهلبيه بالشوكولاته للاطفال الصغيرين وكبار السن. عملنا القرص الطريه الجميله تاكل صوابعك وراها، جاهزه برده. محشيه جوه من جوه، تمر او عجوه حسب الرغبه، ممكن تحط فيها ملبن برغبتك. كل عام وحضراتكم بخير. في العيد زي كل سنه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه لنا مفاجات انا مش هقول عنها، ولكن هي محصوره ما بين لحمه العيد. هتتعامل ايه بقى بالحاجات اللي احنا بنحبها دايما مع الشيف المغازي؟ الاختلاف والتفاصيل الصغيره اللي بتاخدنا لمعنى كبير وطعم جديد. كل مره بقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، وبالنيابه عن كل فريق العمل في برنامج اكله ام الشهير، من الاساتذه المخرجين للاداره للمصورين للبروديوسر للفنيين للمساعدين، بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وعده الله علينا وعلى كل الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات، ومصر بخير وسلام ان شاء الله.
كل عام وحضراتكم بخير. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.